نحنا سوا في العسل والسطد شي متنا منخون يوم الأحد من الجور لو متنا يا 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 با وجه الزمن لو جار لو جار لو جار لو جار وحياة عيسى وموسى والمصطفى من الجار من ضل نحن الأصل من ضل نحن الأصل لو عشنا ومتنا والله خلاص مسامحك بالتهابات روي روي شوي روي شوي
بس روقي روقي. لك هلا انت شو؟ والله العظيم كنت سكران. والله العظيم كنت سكران. يعني معقولة ما بتسامحيني؟ بلا بتسامحيني. أنا والله بحبك. شو ديتها هي يعني؟ شو وزها؟ والله معني مفيقته لحتى يفيق لحاله. يا مرت عمي ما بصير هيك. يقبر قلبي ان شاء الله نايم هيك ومرتاح. ايه وشو استفدنا؟ نسيتي شو اتفق امبارح مع الخال؟ لازم يرجع للمكان يلي اجى منه. شو قصدك يعني؟ إنه خايف؟ لازم يخاف. لك وطي صوتك. يبليكي بقتلك إلهي، مانك شايفتي نايم؟ يا مرت عمي لازم يخاف، مو بس على حاله، علينا كمان. الخال أبو سطيف معه حق. يعني جيته مو بس خطرة، رح تعمل مشاكل إلها أول ما لها آخر. لا مو صحيح. أبو سطيف عم يحسب حساب من شان حاله هو الثاني. يو؟ فوق ماله شايل القصة على كتافه؟ لك هو اللي خايف على حاله، الله وكيلك. هو اللي خايف على حاله، شو بناه؟ مرت عمي والله ما بعرفك هيك. بشو قصر معنا الزلمة؟ اختي لا قصر ولا غلط معنا. ايه بس كان في يعني بس شو كان في يعمل اكتر من اللي عمله يا مرت عمي؟ ليكم امنوا كل هالمدة؟ لك صبحية عزيز رجال وقد حاله كمان. لك ايه شبكي؟ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ حسبيني مرة كبيرة ومخرفة وخديني على قد عقلاتي. ايه ماني مخليته يروح مني. أنا ما عندي غيره. ماني مخليته يروح هيك بقشرة بصلة. بس كان مشان الخطب بدي خليه هون بحضني، واللي بيصير عليه بيصير علينا نحن الاثنين. ماني مخليته يروح يا صبحية. ما بدي إياه يموت هيك بعيد عني. لا قبر ولا ذكر. كش برا وبعيد، كش برا وبعيد. شو الحكي يا مرت عمي؟ تموت انا وياه هون بطالع الفضة، وما بخليه يروح على فين اللي بده يروح له. شو كنتي عم تساوي عند سارة؟ زيارة صبحية. شو بدي ساوي يعني؟ وابن ابو رياض اجى طلب الحكيم طوطة؟ ايه ها ليكم. ليش في عسكر هون؟ معقولة حبلانة ضرة؟ اسمها فريزة. يخرب بيتك ما هواكي. قديه لها بجيرتنا؟ بتعرفي انه لهلا انا ما بعرف شو اسمها؟ إيه لانك حوبة. ايه تعالي شوفي هالشوفه، تعالي بسرعه. اذا مو شوفه بتهرز ما بي. ايه على علمي بتحب الخص ودبقانتي ليل نهار. شو مليتي ست حلوه؟ يمكن. لك تعالي شوفي صار ضهره قلنا. لك تعالي بسرعه. مصطفى؟ لك ايه؟ يا عليكي، لك ليه ما نكشتيني؟ إيه نكشتك وحردتي، ما قلتي لي مصطفى. يعني هو ملتكش فيكي كثير. حمى 61 حمى وماشية المي من تحتي وانا مو دريانة. وليه؟ شو في بينك وبينه؟ والله ما في شي غير هالخص. بالله؟ اقول لك على يلي بعرفه. شو؟ ما فشرتي؟ شو سيد محمود صباح الخير. صباح النور. اهلا علي. يعني فكري هيك القصة زادت عن حدها. لو كان حيط ومهدود كان خلص عمار. والله معك حق. خلص بإذن الله الظهريات بنكون مركبين وخالصين. المساء إذا ما صارت هي الفتحة لحجيب فعالي يسكروها، ويا دار ما دخلك شر. لهلك عادل ليش هيك عم تحكي معي؟ لأنه الله بعهل السماء. يعني هيك أمر بالسترة سيد محمود. والله الحق معك. بس أنتوا الخصة القديم تبعكم كانوا ملابنوا مسوسين زيادة، عرفت شلون؟ فالوالد لما الله يخزي الشيطان. والله معه حق. تركته هيك بدون غطاء؟ ايه. يعني بدك يانا ننكشف؟ لا حدا يطلع لفوق ما بصير شيء، وانا دقرت باب الاوضه بمفتاح. وين المفتاح اخي؟ معي. ليش؟ ما بصير يتم معك. انت عملت منيح انك دقرته، بس انت هلا طالع، والمفتاح لازم يتم بالبيت مع امك.
والله انا فكري ناطي المفتاح لبيت ابو محمود والخلص، وإن بقى على فضاتهم بيجوا بيشحدونا وبيشتغلوا بهالخلص، شو رايك؟ يوح على هالحكي. كانه لك تار معهم اخي. سدي حليك عند الصبح. وين المفتاح اخي؟ خمسك. حلا انت يا كريبوز افندي، انا ما بشحد من حدا. ما ليش هيك طالع خلقه على الكل؟ اعادته شو بده يستعيره يعني؟ لك اسكتي انت بقى على نصتي. مسكي اختي، مسكي المفتاح وطلعي على الاوضه لفوق ورجعي غطى الفتحه مثل ما كان. تقدري؟ بقدر اخي على عيني. اخ اخ. وكلي الله امي، وكلي الله. انا هلا بمرق لعند ابو محمود وبشوف شو حلتها. الزلمه على غيرنا متاخر، شلون علينا؟ الله يكلي لك بالرضا يا سلي. الله يسلمك يا امي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كتر البيت كله، وين الذهب؟ لك وين راحوا الذهبات؟ عليك العافية. إن شاء الله هي الإبرة بتنزل لك لسخونة، بس بدي إياك تضل مدفي حالك، حتى لو عرقت خليك متغطي. شو بناب رياض؟ أنا اللي بعرفه إنك بتميل على الحيط بتهده. من امبارح هيك يا حكيم، الله وكيلك. بسيطة، هلا بيرتاح إن شاء الله. وصفت لك هدول التحاميل. بتاخذ اليوم تحميل المساء، وإذا حسيت حالك تحسنت بكرة الصبح بتوقف التحاميل، وبتاخذ لي من هي الحبوب، حبة بعد الفطور وحبة بعد الغداء وحبة بعد العشاء، اتفقنا؟ يا عليك العافية. ماشي الحال، افتح لي طريق. يلا يلا. الله معك حكيم. غريب العسكر. وشو يعني؟ ان شاء الله فكره مشاني، اذا مشاني لا تاكلي هم يا مو، اطمني. لكان مشان مين كل هالعسكر؟ تعزيني بقامتهم الهي. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. مشان الله بركي حدا دازز عليك. لا شو هالحكي، بقص ايدي. صبحية بدي اياكي تروحي تشوفي ابوكي. معوضين عمي. شو تفضلت؟ لا ولا شيء عم قول معوضين، هي شفتوا شاي، وقبل الشاي اخذتوا زهورات وينسون، شو رايكم تقعدوا تشربوا قهوة مشان تكمل؟ ولا اعمل لكم نفس تنباك فرد مرة؟ لك ست حلقك ولك. شو في يا شباب؟ شو في؟ شو في؟ سألوا. إن شاء الله أخذت منه للشباب؟ أخذت اللي سمعته عمي أفهمي، ومن طول عمرك يا زبيبة. لك عمي عم فاصل بالحكي، أنت عمين؟ طول بالك عمي، الله يرضى عليك، طولوا بالكم، زرعوها بدقني. روح على شغلك أنت، روح. عمي يا ميت اهلا وسهلا فيكم، القهوة قهوتكم والمحل محلكم، يا ميت اهلا وسهلا فيكم. بالمهلة عمي، بالمهلة.
مين هدول عمي؟ جماعة المشيرية، يعني جيتهم لهون وقعدتهم هون فيها إنا. شو يعني؟ يعني بصريح العبارة هدول جماعة التبلي، فلا تبلينا الله يرضى عليك. علي الجيرة ما فهمت شي؟ شي؟ فهمت شي أنت عمي طوطاح؟ حتى لو فهمت أنا مالي فهمان. خود الثاني. هلا بدك تضلك تعليك، روح لشغلك، العمى ضربك العمى. عجبك طوطاح؟ إيه عجبني. بالله عليك عجبك؟ أنا من نوم. هدول اثنين أنا شايف واحد من بيناتهم، هدول اللي سكروا الكزيطة تبع الزحلاوي. الوفاق يحرس دينك الوفاق. هلا هدول اثنين اللي سكروا الجريدة. لك ايه وقت حبسوا الزحلاوي حتى الوالي ذات نفسه ما رضي يتدخل بالموضوع، حتى مطبعة البطريكية وقت قفلوها. لك ليش عم تقلي هالحكي كله إلي لك أفهمي؟ لك مشان تفهم علي. أنا حتى لو فهمت ما بفهم. لا تتعب وتفهمني، لأني رح أقول لك فهمت وأنا ما بفهم، ولا بدي حدا يفهم إني فهمان أو بفهم شي ما بيفهم. شلون؟ قولي على أخته اللي فهم عليك شي أو فهم شي من شي، قولي على القصة. بدك تسأل أبو زكي. أنت ما سألته؟ يا بيك الدنيا دائرة بالمشيرية والحكم دارية وحتى عن جناب الوالي ذات نفسه، وأنت أدرى. لقد ياسين عم أسألك عن هون. أوه يعني طالع الفضة وين أخذتني أنت؟ فكري عرفان بالوضع والحالة. أنا عم أسألك ليش هالدعك كلاته بطالع الفضة هون؟ زابطيه وما زابطيه، شوفت عينك وأنفار رايحة جاي وعيون عم تراقب الناس كيف بتحركت وكيف ما التفتت. شوفي شو القصة. أبو زكي عم يقول أو هيك أنا فهمت من حديثه إنه في مطالب بالحارة للعدلية. مطالب مثل مين؟ ما بيصير هيك يا مختار، ما بيصير. هو وكيلك واحد، تعال اي حل للعالم يا عمي. وكل الله وقول مرحبا بالاول شيء. وقفوا لي الطنبور تبع الكنيسه، عم حمل فيه رزق للايتام، لازم يوصل له رزق يا عمي. خرب بيته. طول بالك واحكي على مهلك لافهم. السلام عليكم. كمل حديثك ولد، كمل حديثك. لك أنا من غير شيخ لاي براس مناخير فردي على جنبي وشنتيان تحت باطي، ما بدي أغلط مع حدا عمي، والله ما بدنا مشاكل، ماشي بأمان الله، ومعي مزبطة من البطرك ذات نفسه، مزبطة كاملة، إنه هذا رزق الأيتام يا عمي، عمي، بده يوقفني، وقفوني، تنظر الكنيسة، هلا عيد جميع القديسين كله. وانا خلاي ايديا خلاي براس مناخير فردي عشان بيجي يا تعب بعضي، ما بدي اخاف. العافية يا رجال. اهلين. نعم. قريتوها هاي؟ شو هاي؟ ما بدنا نرى شيء. انا حاخذ طنبر وامشي. تمشوا من وشي احسن ما مشي على راسكم انتوا. يلا بلا اوصل اشوف. طنبر بده يمشي، بده يمشي، اوصل اشوف. قاتل يا وشك عند معلق. يلا روح على الخانه اخذ الطنبر غصب عنا. يلا ولا لا قبل الليل. تعب الليل بيبني هون انا. مشي حال مشي الحال هيك. لا ماما ما كانوا يحلوا على السماين. خلاص قرر المزبطه ومشي الحال. روح انت كيف صار. بعمل يلا هلا هلا امشي وشوف. يلا يا عم على عادي براس سربوشي وفرد على جنبي الشنكان بتحفاظي من دار الناحية. امشي معي مختار. لا 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 لا. شو هالطوطاح؟ والله مو علقة مع هالزلمة. مين ابو الليل؟ شو ابو الليل؟ ما في خواص، بدي طينه لهالحيط لاخلص. لك تضربي انت وهالخص. انقبري وقعدي اشتغلي بقى. مش الطنبور بل ما يسأل على حدا؟ لا يسأل، بكره بيجي مين يسأل عنه. شو يعني؟ ما يعني شيء، عادي واشتغلي من تمساكي. مي؟ عن جد بدك تطيني الخص؟ ايه بدي طينه. ليش؟ لأنك عملتيه يا بنت الحنتور يا من تراكي راكبة وماشية.
ايه بس انا ماني مصره بشغلي. شوفي سلوى، بس سكر هالحيط وطينه وغطي هالحاره عن عيونك، هداك الوقت رح تعرفي حالك، وهداك الوقت رح تقولي اني قالت. لا يا بيك، ما من حقك. هلاي الباروتين رجعت لك ياهم كاملين مع فشكاتهم وبحضور المختار، وهدول النفرين تبعتك يا ابو زكي لما قللوا ادب انا ما غلطت فيه. يعني غلطت؟ هلا هيك حتمسكني على الوحده لك ابو زكي؟ هيك ما بعرف اخذ واعطي معك. ما انت قلتها. انا قلتها ايه، بس حاسبها انا عم بحكي مع رجال. رجال اذا ما عجبتك الحسبه بصير حديث ثاني. طول بالك يا ابو سطيف. انا مطول بالي، مطول بالي. بس ابو زكي عامل لي فيها خذ صد واعطي رد، مثل حديث حمام النسوان. هلا هيك صار القانون بنظرك يا بيك؟ هيك صاروا اللي عم يحكوا بالقانون. بدك تحكي بالقانون مشي على راسك يا ابو زكي قبل ما تمشي على راس العباد. يعني انا عم بتبلى عليك؟ اشهد ان لا اله الا الله. ما في تبلي ولا في شيء من هاد يا جماعه، الشغله مو محرزه يعني. الكنيسه باعت الرزق للايتام، في قانون بيمنعها هاي؟ اعوذ بالله. لا وفي مزبطه، في مزبطه بهالشيء وابو زكي بيعرفها. يعني ما في شيء من فوق الاساطيح. مزبوط؟ يا خي مزبوط، بس في مين هون يمشي القانون وهيدي نقطة خلافنا؟ لكن ليش حتى يوقف الرزق؟ إذا أنت مالك موجود ليش؟ ما بدكم تصلوا على النبي بقى أنتوا اثنين؟ أنت شايفي على قامتي مدروخة بفرد درخة. امبارح إجا الحكيم شمعون أخذ له إبرة ما شافت عينك. لا إله إلا الله. وخالتي فريزة وينها؟ مالي شايفتها. آخ على خالتك فريزة أخ. إيها الله ريته نعيما. إيها غير سكر. لك شبكي شبكي، لك لا تخافي، لك انت شبكي، لك شبكي خايفة، لك معقولة خايفة مني؟ الله وكيلك يومين بس، امهليني يومين بس لحتى ظبط الشيخ وشهود. والله العظيم بيت سياح نياح من بابه لمحرابه باسمك. لك شبكي خايفة؟ الله وكيلك لأجوزك. لك لا تخافي، لك لا تخافي. خلصنا؟ والله الحق معك. لا تطلع فيني هيك ابو زكي، الناس مالها مرتاحه وكل واحد حاسس فيه على راسه رأوه. مو على اساس خلصنا من فرمان اللم واللي اخذ عسكر واللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. ما خلصنا من شيء يا جماعه، الله وكيلك يا بيك، كل يوم في فرمان جديد. ابدا. دخلك مين عم يحكمنا؟ وين هون بطالع الفضه؟ الشام كلها تب مقفلها، مين عم يحكمنا؟ اللي فهماني يقول لي مين عم يحكمنا. لا يا خاله، انت سيد العارفين. سيدي انا سيد الجاهلين، معلش يعرفني. شو هالسؤال هيدا يا بيك؟ ممكن اعرف شو قصدك؟ قصدي مثل ما قلت انت هلا ابو زكي، مو هلا قلت بعد ما تزانك انه كل يوم عم يجيك فرمان شكل. شو معناتها هي؟ معناتها نحن كل يوم عم ننحكم شكل، صح لما لا؟ ان شاء الله فاكرين الحكم للسلطان. غمقت كثير يا بيك، لهون وصلت معك. السلطان الله يديمه يا خال، ما بيجوز الحكي. شو حكيت عليه انا؟ عم بتقول انه السلطان منه حاكم يا بيك. لا تزعل ابو زكي، حاكم اذا بدك، حاكم يا سيدي، حاكم ونص، بس الله اعلم مين عم ياخذ الشام وهالبلاد هي كلياتها كل يوم لمطرح. شي كمان هي وراها السلطان؟ انا ما قلت هيك ابو زكي، اذا بدك الصراحه والله ما عارف شو اقول لك. والله قول الله يعين السلطان على الامه، ولا الله يعين الامه على حكمه. شو قصدك؟ الجاجة اجت قبل لما البيضة. السلام عليكم. دورك توضح؟ اهلين. مرحبا يا فهمي. اهلين ايزاك، اهلين بالخواجة. اهلين. شو عادل جوا تفضل. والله معلش معلش، غير مرة، مشغول مشغول. انت ما بتحب تفوت على القهوة، بس جابرنا هالمرة. خلص بوعدك ثاني مرة. عادل؟ يا فهمي. تعا عمي تعا. شو صحتك توطع؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. كيف خواجة؟ شو ايدهم؟ ايدهم ايدهم، ليك قربت تفرج. تفضل خواجة. زحوك يا عمي. هات الدفتر عمي هات.
لك انا بدي افهم شغلي، هذا ايزاق ليش ما بيحب يقعد بالقهوه؟ ما عنده وقت. خلصني بقى، انت مالك انظم منه. لما بنعز ماك بسلوه اللقمه من برا لبرا وبعدين بشمع الخيط. لك شو فيها القهوه؟ ما فيها شيء. عرة؟ لا. كخة؟ لا. لك عشو؟ البني ادم قديش بيعيش لك افهمي؟ 100 سنه؟ والله ما فهمت علي، ترجم لي. قول 100 سنه. بيقضي منهم 50 سنه نوم، شو بيضل؟ 50. عال كتير منيح. ضروري يقضي هالخمسين سنه بالقعده. القعده مثل النوم والنوم مثل الموت، معناتها شو صفي عايش؟ طوطح شلشتني، اعطيني زبده الحكي. ما في وقت يا ابو فهمي. تعرف انه شغلتك مثل حفار القبور فرش كل لوك، بس الفرق انه بالقهوه هون ما في شاهده. خاطرك ايه سيد عادل، شوف اهليتك وتفوق، اذا بدهم انا بشتري كله. صعبتك لك اخي. ليش انت بدك مصاري؟ امبلا خلص انا بعطيك مصاري بالفايلز. باخر ايه بدي؟ شوف بعطيك برهنية الحصة تبعها ولو لوقت محدد، والفايز بنخصم سلف قبلان. قبلان قلت لي مالك مصلحة؟ ما عادي. لك ايه لقطة الحكي بيناتنا، فهم علي. طيب إذا لقطة ليش ما حطيت إيدك فيها حضرتك؟ عمي بكل طالع الفضة أنا مالي مصلحة، أنا من غير شيء عم أمشي الحيط الحيط. قول يا رب السترة. مساء الخير عبد المزيه. أهلين أهلين، مساء الخيرات. الأخلاق بيسألك أبو رياض ما طلع على شغل اليوم؟ ما لمحته، ليش؟ الله يعينه، والله العظيم الله يعينه، الله يحمل معه. مو عرفان يا حرام شلون بده يرجع بنته لحضنه. لك سهرة مصيبة، بلوة مصبرة. لك لا، وقاتل وفراري وملاحة، وحلا إذا بتحلا. اطلقه. مين بده يطلقه أنا؟ ليش شو شايفني حضرتك يعني مفتي ولا قاضي؟ لا بدها مفتي ولا بدها قاضي، شعو شيخ الحارة، هلا ما عاد ينفع شيخ الحارة. قلتك دخلك؟ قلت لي عادل شافوا الخواجة إيزاق. شكرا أخي أبو ياسين، يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يسلمك أبو ياسين، تفضلت. الله يسلمك. مسيك وديه لأبو فهمي، خليه يبصمها ويحط ختمه. طيب ما بكفي ختم المختار؟ لا هيك اقبل واحسن. شو عامل لك انا؟ اذا ما بتزبط معي لقفه. خلاص تبع لقفه. ها هي عم يقفز. يا اهلين بالشباب. اهلين عمي عادل. والله لك ولا يجيب يا ابني. لا اهلك عدول خس الدين. قصدك وصلت. تتكرم علي بختمك. شو هادلك يا ابني؟ شغل الدين هيك يا الله لا يعزك. ايوه لك ليش هيك عملتها بنزين؟ لك ليش عم تشقها؟ هيك بدي شقها. طب بس والله العظيم هلا بس بس هيك. هاني على البيت سابا. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك يا مختار. طلع من تحت الدل؟ نزل تحت المزراب. أمان 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 الكيسة تقع معي هالمرة. أمان 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 هم يستر علينا. أمان أمان أمان. شو طلقها يعني؟ شو عم تحكي أنت أمي؟ أبي يعملها؟ ليش حتى ما يعملها؟ لا ما إيش كان هيك، معناتها جيتي خربت بيوت. دخيلك قد ما أنا عمرانة يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس لا لا ما بيعملها، ما بيعملها ولا رح يعملها. ليش يا تقبرني؟ قاعد بقلبه انت؟ ايه امي قاعد بقلبه وبعقله كمان. عمي ابو رياض ما بيطلق. صدقيني لو طلق كانت هلا الزبطية هون بنص البيت، لانه خالتك ما رح تسكت، رح تبق البحصه فورا اذا اتطلقت. ولي على قامتي؟
احسبيها صبحية احسبيها، أبوك دفرها من الوش مشان ما يواجه أمك باللي صار. لكن مي، أنت ضمنانه ما يحكي أو يفسد عنك؟ أبي ما رح يحكي. ليش يا بعدي؟ أنت كمان قاعدة بقلبه؟ مزبوط اللي عم تحكي أمي صبحية، مزبوط. هي بجوز لأنه خايف يعني. صبحية قلي لنا بيت. تكرم عينك. أمي مشان الله راعي لها الشغلة لصبحية. شغلة شو؟ مشان أبوها يعني؟ مشان أبوها، إيه مشان أبوها، بيضل أبوها، مي حلوة عالطالعة والنازل نعطي عليه. بس هو غدار وجبان. أنا عامل حسابه أمي، أنت لا تاكلي هم وطلعي منها. بس كان عملها، شو رح تساوي بحالك ساعتها؟ أنت سأليني إيش كان ما عملها، شو بدي أعمل بحالي؟ بدي ضل هيك متخبي مثل الحريم. شرف، ما تعرفك تقفل الباب هيك عم يبنزني؟ هذا بدل مساء الخير ولك عادل. لا تواخذني بشان الله، الدنيا ما عاد فيها امان، لازم واحد يأمن على حاله. يلا يلا تفضل. أنا شو دخلني وشو رح يجيني من كل هالبناوي؟ هي ما فتحت تمي وحرتني غصب عني لعند أهلي. ناو قلت لهم زيارة، يبعتنا حمها زيارة شو فيها كرامة. والله ما فيها كرامة لا إلي ولا لأهلي. يا رب. شو بك فريزة؟ ما تاكلي؟ ما في شي يابي، ما في شي. في شي يامو؟ لا يامو ما في شي. شحني عم بشرب شاي. كلي يابي كلي. يابي ايه. وبزيم دي بورتيمان ادلتا وهريتا شغور مجدي. خلاص خلاص خلاص، قلت لك اكتب موضوع انشاء مو خطبة بالسياسة. هذا موضوع عمو. منين جبت الحكي؟ من عندي. شفت انك كذاب. منين جبت الحكي؟ ابي قال لي اياه بالعربي وانا ترجمته للتركي. هيك ها لكان بابا سلم اقوله. فهمتها فهمتها، فرخ البط عوام. لك طالما بتعرف كل هالشي مشان ايش جاي لعندي؟ بدك تنفعني خليني اتعب يعني اشتغل، يعني ما اقعد وشوف المصاري بايدي هيك من غير تعب. يعني عمو اذا اجاك الفانوس السحري. فانوس؟ هذا الفانوس للي بيحبوا يقضوا حياتهم عما يحلموا. لك أنا حتى وقت بنام بفيق إذا بحلم. الحياة على الأرض مو بالخيال. لساته أخوك سليم دراعه اليمين لأبو سطيف؟ لا والله ما فهمت عليك عم يا ابن زيه. أخي شو دخله بالقصة؟ القصاني شريك لك على عيني والله، وما بدي اياك تمد ايدك لارني، مالك ضمنان اذا ايدك بترجع صاغ لما لقاه. فهمتني؟ فهمتك. ايوه اللي بقى شو حاجته؟ ما في شي عمي، ما في شي. ما في شي؟ لكن ليش راقد لترهم بيت ابوك على حصه لسه مو عامل حصر قرص فيها، ومشان قرشين لا بيقدموا لا بياخروا؟ لك الله يلعن ابو الحاجه. والله يلعن ابو الحاجه. واذا قلت لك انه حاجتك عندي تلعنها؟ وصلنا ليك عم تطلع شي حجر. مي وصلنا. ايه ايه والله تكسرت جنابي. امي بدنا نطول هون ليبعت لنا خبر؟ لحقت تشتهي للشام؟ لانه هو عم انا مرت خالي. نحن مو رايحين لعند مرت خالك، رايحين لعند خالي.
شوفي شو هالذهب. والله ما يدري ابو راسه عن رقبته. طيب اذا ما كان في ابله. طمني ابن عمي ان شاء الله خف الوجع. تعزيني بقامتي وقامت وجعي. تعزيني بحالي وحياتي كلها. لكو اخرتها. عم بيقول لي عالي الزهطيني بهالحيط وشو ما جرت انجر. جهنم تحدهم ان شاء الله كلهم الم هاي. كمل وين اجتني هالبليه؟ والله يا يعني قامتي صبحية مبارح لما اجيت قلبها مثل الطار عليك كان، وقعدت من الصبح للمساء وما كنت تصحى انت، وهي يبعت لي حمى قلبي مثل العود. شو قلتي؟ يلا عزيز سلالة هزرلاين هركز يرنا هزر كنجي بلوك كنجي بلوك سلالة انترين اكو اخرتها شابوك أفضل. صباح الخير محمود أفندي. أهلين عادل، صباح النور. بلغ الوالد اليوم الظهر إذا ما ركب هالخص ما عاد بدنا. غنانا الله كتر الله ألف خيركم. فضلتوا عمي. هو اليوم نحن حد أكشبه من الصباح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا شو عم تعمل عندك هو؟ لا بس كنت بدي اخبر الجيران انه احنا اليوم حنركب ان شاء الله. اليوم الظهريات بس تجي منركبه. ايه بس يعني قلت لحالي بخبرهم. لك لشو كثرة هالغلبة؟ اشتكوا لك شيء؟ لا ما حدا قال لي شيء. ايه خلاص بس تجي الظهريات تكون انا طمنت على حشوة الملابين. منركب ومنطين. امشي هلا بلا ما تاخر على مدرستك. امرك يا ابي امرك. شرفتوا بيتكم ومطرحكم. يا مرحبا يا مرحبا. تفضلوا تفضلوا. من البيت الجوب اصحابه ان شاء الله. عليم الله مستنيينكم مستنية. مو اساس تجونا من رمضان الماضي؟ مو انتم شرفتونا بالشام بتخالي. شو بكي شو نسيتي؟ معوضة معوضة. يلا تفضلوا جهزت لكم كسر الصفة. يلا ايه والله شرفوا. يا اهلين وسهلين. شرفوا خالي. يلا يلا خير. يلا اختي مدي ايدكم. يلا قربي قربي. يلا خالي عين خالك. يلا تفضلوا. بسم الله. شرفي يا اختي. تعا تقبرني تعا تعا اسمعها السمعة من عندها لبكرة الصبح. خير ان شاء الله. الافندي بدي انا نبيع البيت. هلا لا تكبروا الشغلة وفكروا بهالحكي احسن من هالعيلة عم توجعوا راسكم وراسي فيه. هلا بيعت البيت عي؟ يعني ما بتعرف امك؟ عادل؟ عيب عليك لا تغلط هي امك. انا ما غلطت اخي. وما زالك الله يسامحك. هلا فهمني انت شو بدك؟ ليش بدك انا نبيع البيت؟ مشان نفرش كلياتنا. يا شو صاير علينا؟ عم نحمد الله على كل شيء. هلا انا طلعت الجاحد؟ لك مو هيك قصدي. لكان راح اجي معك اذا بعنا البيت. وين بدك انا نروح؟ بتدبروا حالكم. ما في شيء ما بيتدبر. الدنيا على حرب والماركانات كل مالها على رخص. فهمت علي هلا؟ كله عم يقول يا فكيك. طيب نحن مندبر حالنا وانت؟ وانا شو؟ يعني ما سمعتك كل شيء عن حالك. ايش في من يشتري وادي الحرب؟ لا تتداخلي انت. مظبوط كلام امي. يعني مين بده يشتري بهالوقت؟ انا. انت؟ يه صلوا على النبي يا جماعه لنشوف. اللهم صل على النبي. قلت لي انت بدك تشتري البيت؟ ايه ضلوا فيها اذا بدكم، خليها هي تبين معكم كمان، هاتي خبز مياتي.
خلص توكلي على الله وحياتك ما بصير إلا كل خير. بس يومين، أعطيني بس يومين لزبط الشيء والشهود. ما بتلاقينا إلا عم نعمل عرس وفرح وانشراح وكله من أحسنه. نزيه اختي معزيز. يا ميت اهلين وسهلين بسيدي ابو نزيه، مشان الله ما تاخذني. كنت قلت لك تفضل. لا لا، بس انا ماني جاي فوت، بعثت لكم خبر وحبيت اطمن عليكم بس ما رديتوا. عسى المانيا يكون خير. خير ان شاء الله، ما في غير كل خير. بس مثل ما بتعرف يعني نحن حريمات ولا يا عايشين لحالنا يعني، والحال الحمد لله مستورة، ما رح نقول غير هيك. محتاجين شي، لازمكن شي، لا توفروني. آه أنا موجود بإذن الله. ولو يا سيدي، خيرك سابق، ما بتقصر. سكي من إيدي يا أختم عزيز. والله ما في لزوم، الحمد لله مستورة. إلا ما يلزمك، خلصينا. كتر خيرك. خير الله يا أختي. إلهي عوضك كل قرش بعشرة. الله يخلينا ياكي. بدكم شي من أبو رياض؟ أنا رايح ناحو، بدنا نحل القصة بقى بالرضا، ما هيك؟ ما حاجتها؟ يو أنا قصة؟ شي شي بنام عزيز؟ إيه الله يقدرك على فعل الخير إلهي، الله ينور طريقك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن سوا في العصر والسطب، شي متنا منخون. يوم احد من الجور لو متنا يا با عنوان. No.